تواصل مديرية الصحة بأسوان تنظيم قافلة علاجية بعزبة النهضة التابعة لمنطقة كيما. وتتكون القافلة الطبية من 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية. هذا وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الذي يتوافر منه حوالي 130 نوعا بالمجان. وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين. بنقدم فيها خدمة القوافل العلاجية المتنقلة طبعا طبقا للمبادرة الرئيسية لحياة كريمة. النهاردة زي ما انت حضرتك شايفين النهاردة الزحام الشديد وكمان زي كده، زي ما احنا عارفين ان احنا بنوصل لأقصى أقاليم الصعيد وكمان زي كده عشان نقدم الخدمة الطبية كمستشفى ميدان متنقل. معانا العيادات المختلفة طبعا، التخصصات المختلفة، الجلدية والبطنة العظام، معانا برضو الأشعة والمعمل الطفيليات، معمل كيمياء الدم. بدهم العلاج مجانا وفي اقبال كبير من الناس، ويا ريت تتكرر الحكايه دي مره ثانيه.